بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي في الله، سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والسعادة وراحة البال. جيت باش نقول لكم عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. أحبابي في الله، سنطلب الله يفرج عليكم كاملين ان شاء الله. غادي نعطيكم واحد ان شاء الله واحد توسيخه وقبول في نفس الوقت، توسيخه وقبول رهيب جدا، وان شاء الله غادي ديروه بحول الله وقوته على حسب انكم تحيدوا النحس وتحيدوا التعسير في شهر شوال. شهر شوال هو خير وبركه، كان النبي عليه الصلاه والسلام تصوموا 6 أيام من مورا شهر رمضان، كان خير وبركة بحال صمتي الدهر كامل، بحال صمتي عام كامل. ولكن هاد الوصفة صالحة بشوال إن شاء الله، غديروها من بعد العيد أو بديتوها من مورا العيد بنهار أو يومين، هي جيدة بإذن الله الواحد القهار. التوسيخة اللي غادي نديرو اليوم هي قبول باش تحيدي النحس ديالك وتحيدي التعسير وتحيدي اي حاجة فيها تعسير ان شاء الله بحول الله وقوته. غادي ناخد لبان الذكر، لبان الذكر غادي ان شاء الله غادي نبغيت نحيي التابعة ونحيي التعسير. وغادي ناخد نشوف شوية عطار يكون عنده من مورا العيد، ناخد واحد كمية ديال 10 دراهم ديال لبان الذكر، وغادي ان شاء الله نقرا عليه سوره الواقعه وسوره القاف للتبخير، وغادي نقرا عليه ان شاء الله سوره الكوثر 7 المرات، وغادي ان شاء الله الوقت اللي نبدا نتبخر غادي ناخذ 7 حبات، ناخذ 7 حبات، 7 حبات اللي غادي ناخذ ديال لبن الذكر، 7 الحبات صغار او كبار ماشي مشكل. وغادي نقربهم للفم ديالي وغادي نقول، غادي نقول هذا القول باش نحيي التعسير ديالي ونحيد بعد ما قريت عليهم الصور اللي قلت لكم ونفت على لبن الذكر. وغادي نقول انا فلانه، انا فلانه بنت فلانه، بغيت نحيد عليا التعسير ونحيد عليا النحس ونحيد عليا التوابع ونحيد عليا العكس ونحيد عليا التابعة، وبغيت نجلب قبولي، وبغيت نجلب قبولي. وغادي ان شاء الله نقول بسم الله ونتبخر على هاد لبان الذكر، وغادي نتخطى 7 المرات، 7 المرات، 1 2 3 4 5 6، وانا حاله شعري حيد الملابس الداخليه ونتبخر وندير الوجه، ها ندير الوجه ديالي، نخلي نحيد الملابس الداخليه ونخلي البخار يطلع معايا لبن الذكر الوقت اللي نكون نتبخر ان شاء الله قبول وتوسيخه في نفس الوقت. وغادي ان شاء الله كاع الحاجه اللي فيها التعسير، الولد اللي باغي يخدم، البنت اللي باغا تزوج، البنت اللي باغا انها تلقى عمل، البنت اللي بغات تنجح في الامتحانات، دير هاد الصيغه الكريمه جيده في تطهير. ونمشي العتبه، نحاول نبخر العتبه مزيانه مزيانه العتبه، وتحيد التعسير وتحيد كل شيء التعسير اللي في البيت. كاع الناس اللي عندهم التعسير في البيت تيتفسخ اي حاجه عندكم، لانك درتي ايات ديال تعطيل الأحوال. صورة الواقعة جيدة في جلب الخيرات، وزائد صورة القاف تتحيد التعسير ديال القرين، صورة الكوثر تتحيد النحس. أنا فلانة بنت فلانة بغيت نحيد نحسي وبغيت نحيد تعسيري وبغيت نجلب حظي، ونبقى نقول أنا سنتخطى المجمر 7 المرات، وكاع اللي في الدار يتبخروا لانها جيده في التبخير هذه الوصفه. اذا احبابي في الله ديروها ان شاء الله، وغادي تكونوا ان شاء الله مقبولين ومحيدين التعسير ومحيدين توقيف الحال، وان شاء الله غيكون عندكم واحد الحظ سعيد
ويعلم به غير الله، لأنكم حطيتوا فيه آيات لفسخ التعسير. إذا أحبابي في الله، مبقى لي غير نقول لكم عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير، بغيت الله سبحانه وتعالى يحل لكم الخبال ويسهل لكم ويعاونكم يا ربي. إلا عجبكم الفيديو بارتاجيو وخليوا لي تعليق زوين، وعاونوني في القناة باش نزيد بها القدام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.